السلام عليكم ورحمة الله، الله يسعد أوقاتكم جميعا يا رب. أنا دكتور محمد الحزوري، وأنتم هلا على قناة الطب الصحة بمنظور مختلف. يا ريت تدعموا القناة بزيادة عدد المشتركين واشتراك ولايك وتعليقات. إذا في أي سؤال اكتبوا لي بالتعليقات، أشكركم كتير كتير. هلا بدي أحكي فكرة بس صغيرة عن أنواع السعال. السعال هلا بهذا الفصل، فصل الشتاء فصل الربيع، في فصول كتير فيها سعال. أحيانا في ناس عندها سعال صيف شتاء، ما في بتفرق. هون المعالجة بتعتمد، أهم شيء أنا الموضوع بتحكي إنه المعالجة بتعتمد على نوع السعال ومصدره، شو سببها. يعني السعال ما كله يعالج بمضادات السعال، ما كل الحالات السعال تعالج بالعطي مضادات سعال ولا عطي أنتيبيوتيك وعطي، ما بتعالج بهذه الطريقة. إذا ما عرفنا شو سبب السعال وشلون وضعه، ما خرج نحدد كيف نعالجه. أول شيء بدنا نحكي على شو تعريف الحالة العامة. لما نقول عن مريض إنه حالة عامة، لأن هون بتدخل بتقييم السعال. الحالة العامة يعني تشمل خاصة عند الأطفال ولا الشباب الصغار ولا حتى الكبار، إنه شلون نشاطه هذا الإنسان المريض، خاصة الأطفال. يعني نشاطه يعني بيرك، يعني بيلعب طبيعي، عم يعني بتفرج على التلفزيون، بيمشي بروح بيجي، هي حالة النشاط. وإذا كان الطفل بنقدره من حالة اللعب، إنه بيرك عم بيلعب، عم بيقمز مثل ما بقولوا، نشيط يعني. وكمان حالة الطعام، إنه عم بياكل عم بيشرب طبيعي، ممكن يخف شوي، بس إنه عم بياكل وبيشرب، ما إنه عم بيراجع، في مراجعة ما في مراجعة. بعدين الحالة عم ممكن نقدرها كمان من حالة الحرارة، إنه في عنده سخونة ولا ما عنده سخونة. عاد اللي بيكون في عنده حرارة معناتها في حالة التهاب بالفيروسات، وهذا أشعة دائما، أو هيك ببلش دائما، أو التهاب بالبكتيريا. في عنده أمراض مرافقة ولا ما عنده. هل أكثر سعال اللي بنصادفه عادة بنحدد إنه سعال جاف. سعال الجاف هذا بيجي بس بالليل، في ناس بس لما بيتمددوا على الفرشة أو بده ينام أو يتمدد، يعني حالة النوم الاستلقاء راح يصير معه سعال، بتجلس بيمشي بروح حالة السعال. وهذا بالذات بيجي بالليل أكثر شيء. ليه بيجي بالليل؟ لأنه بيجي على التمدد. هوني من قدره انه غالبا تحسسي، بكون جاف، ما بكون في بلغم ولا في خراخر بالصدر. وهذا ممكن كمان يترافق احيانا على التمدد مع جماع مع 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 المرضى اللي عندهم امراض قلبيه او عندهم وثمات امراض الكليه او الكبد. هذول اللي بصير وثمات، لو وثمات تطلع شوي على الرئه بالذات، هي امراض القلب. هون بصير سعالي لما بيتمدد. طبعا امراض القلب اللي بتكون بالبدايه درجه بسيطه، يعني الدرجه الاولى. في سعال جاف بيجي بالليل وبالنهار، بالذات لما بشم روايح. هذا تحسسي على تشنجي، يعني هذا ما خرج تعالج بمضادات سعال، تجي تعطي مضادات سعال. السعال اللي حكينا عليه شوي هو تبع السعال التحسسي، هذا بتعطيه بس مضادات تحسس، وممكن تعطي مضادات السعال المعروفة في الصيدليات. أما السعال بيجي بالليل وبالنهار، هذا ما خرج نعطيه بس مضادات تحسس، بنعطي مضادات تحسس بس نعطي كمان مضادات تشنج القصبات، موسعات القصبات حتى يرتاح المريض. بدون ما نوسع القصبات ما بيرتاح نهائيا. موسعات القصبات هي اما بخاخات، وهي الاسلم دائما، او الارزاز، يعني يا بخاخ عادي يا ارذاذ، او ممكن نعطي ادويه، بس الادويه الحبوب لها مخاطره، بده واحد عن طريق طبيب، يعني هي لها انواع كثيره مو نوع واحد. في عنا سعال بيجي مع خراخر بالصدر، يعني المريض هو عم بتنفس تحس صدره عم بخرخر، يعني في شيء مثل الارجيله عم تطلع بتنزل، وهذا غالبا في عنده قشع. هون بنميز انه هذا السعال فيها خراخر، فيها قشع، قشع له لون، اللون المخاطي العادي الابيض، يعني هذا طبيعي، هذا بلغم تحسسي، قشع تحسسي. طبعا هون عاده بيكون ما في عنده لا حراره ولا عنده قياءات ولا عنده شيء، بس هيك صدره عم خرخر، ممكن يكون مرشح. هذا بنعالجه بس نعطيه مذيبات للبلغم، مذيبات للقشع. القشع هذا اللزج والسميك عادة يعني بيخلي السعال صعب، لأن القصبات تحاول تطرد هذا البلغم برا الطرق التنفسية، لذلك بده مذيب بلغم. أشهر واحد منهم اسمه أمبروكسول، هذا آمن، بنعطى طبيعي، يعني بنعطى لمين من كان، ما في مشكلة، هو ما بده وصفه ولا بده طبيب يشوفه. ممكن نعطي مذيبات القشع. لما بكون القشع ملون بالأصفر أو الأخضر، هذا عادة فيه حرارة، ما بجرح حاله عادة، يعني حرارة أغلب الأوقات،
ممكن لما بكون في يعني التهاب بكتيريا، اما لما بكون في قشع اخضر او هيك متلون شوي وما في حراره غالبا بيكون التهاب له علاقه بالفيروسات. هون بتحدد يعني بالفحص بغيره بتحدد ايه، بس اهم شيء انه مترافق مع حراره او لا. هذا القشع مثل ما قلنا اكثر شيء بتعالج اذا كان ملون بتعالج بالمضادات الحيويه، ولكن لون له مضادات حيويه خاصه، انتيبيوتيك خاص، يعني ما بنعطي، نجيب اعلى انتيبيوتيك بصير بنعطي، يعني المريض بنضر فيما بعد في المستقبل. اما السعال هون له علاقه بالوذمات تبع الرئه، تبع الامراض القلبيه، اي انسان عنده مرض قلبي او تشمع كبد او شغله العلاقه بالكليه بدها تعمل وذمات، الوذمات تطلع يعني الوزمه بسموها بالعاميه، بتكون بالساقين وبتطلع لفوق بتبين على الاجفان، الرئه بتكون شويها فيها وذمه، المريض ممكن على الجهد على الرقد على طلوع درج يحس انه في صار عنده شويه سعله وصار عنده ضيق نفس مع السعله، هذا هون في عندنا سعال بسبب الوذمه الرئويه الخفيفه او الشديده، طبعا الشديده بروح فيها على المشفى، بس الوذمات الخفيفه تعمل سعال، تعمل نوع من ضيق النفس، هي لا تعالج بمضادات السعال، انا هذا هدف الحكي. لا تعالج مضادات سعال ولا تعالج انه تروح تعطي دواء تحسس، لا لا. هذا بيتعالج بمعالجه الوذمه، معالجه السبب اللي عمل الوذمه، طبعا هذا بده طبيب حصرة، لان هي الوذمات وغيرها ما ممكن واحد يعالجها، يروح يجيب دواء مستدري ويعالجه. اي، وهي النوع من السعال تبع الوذمات الصدريه والقلبيه لا يمكن انه نعالجها بادويه ثانيه. دائما بدها يعني هي لا يمكن معالجتها بالادويه تبع السعال مثل ما قلنا. اذا هون نستخلص انه بس عرفنا نحدد وين مصدر السعاله، شو سببها، ممكن نعرف نعالجها. حتى في اطباء على فكره يعني ممكن يخربطوا بهذه القصص وما يعرفوا، يعني يعطوا علاجات عشوائيه. فما بالك اذا كان انسان عادي او راح لعند صيدلي قال له اعطيني دواء سعال، الصيدلي ايش عرفه انه شو حالتك؟ بتكون عندك مشكله بالرئه او اذمات رئه تروح تعطي مضادات سعال بتزيد المشكله ازمه. بتكون عندك ما في التهاب خمجي يعني لا بالفيروسات ولا بالبكتيريا بس مجرد سعال تروح بتجيب انتيبيوتيك. هاي كلها مصايب ما رح ينضر حدا منها غير اللي عم ياخذ هاي الادويه. هاي الادويه فيما بعد مع الزمان 10 سنين من عمرك رح تشوف المصايب اللي رح تكلفك مصاري وتكلفك كلفه كثيره. اهم شيء انه عند بتعمل مقاومه للادويه بالذات صرف الصيدلات الحيويه، هون عندنا خطوره صرف الانتبيوتيك يعني. والخطوره الثانيه لما بكون القشع المشكله الثانيه لما بكون سبب السعله تشنج قصبي او وذمه رئويه، بتجي انت بتعالجها على اساس هي يلا اعطي دواء سعال، يلا هذا متحسس من الريحه، هذا يعني هيك تاخذوا الامور ببساطه. إيه كمان هي مصيبة كمان بيقتل المريض ممكن تكلفه حياته. لذلك أخوتي وأخواتي ركزوا على إذا أنت بتعرف موضوعك، إذا عندك أمراض مرافقة، عندك كذا تحدد، ما عرفت تحدد نوع السعال، رجاء خلي يعالجك مستشفى أو طبيب يعني ملم بهي المواضيع بشكل جيد. كمان ما كل الأطباء ملمين بهي القصص بالذات عند الأطفال، ما كل حالة سعال بدها معالجة. الشيء اللي بنصح فيه بالأخير هو الانتيبيوتيك اللي بتدخل مع كل هدول، سواء كان التهاب جرثومي او بالفيروسات او حتى كوقايه، فيه مواد مضادات اكسده وغيره تقوي المناعه، في حب اسمه بروبوليس فعلا رائع، بيتاخد يعني بيك حالات حبتين في اليوم عيار 1000، حب الصبح حب المساء ممكن ثلاثه، مع الأدوية السعال العادية في حال ما في عنا لا أمراض قلبية ولا أمراض بالكلية والكبد ممكن ناخذها بشكل طبيعي. السعال اللي له علاقة بالتشنج بليل النهار موجود، يفضل يستخدم معه، يتجرب معه الإرذاذ أو البخاخات، هاي ما رح تأذي. أما حبوب دير بالك تأخذ أي حبوب أي دواء عن طريق الفم بدون ما يكون طبيب وصف لك إياها. بتمنى لكم العافية يا رب، ولا تنسوا اللقاحات، رجاء تلقحوا كلياتكم، لا تسمع للإشاعات إنه اللقاح ضار ولقاح بهدد البشرية، وهذا الكلام من عام 1700 ولهون، كل ما بيطلع لقاح جديد برجع بكرر نفس الكلام، بيطلعوا لك دكاترة ورجال دين وغزة بصيروا بيحكوا لك على بضر وبده يضر البشرية وفي مخطط يقضي على البشرية، هذا كله هباء، كله هذا هراء، لا بقول هراء يعني حكي فاضي.
رجاء تلقحوا، خذوا اللقاحات كلها، حتى في لقاحات موسمية، حتى ولو ما في كورونا وما في غيره، اللقاحات الموسمية العادية تبع الجريب العادي الانفلونزا هذا السنوي، في الشهر التاسع للعاشر للإحدعش بياخذوه، هذا اعملوا سنويا. وعليكم ألف عافية يا رب. أنا دكتور محمد حزوري، برجع بذكركم يا ريت تشتركوا بالقناة، تكتبوا لي أي سؤال في التعليقات إن شاء الله بجاوب عليه. إذا كان طولت بالرد بكون أنا ما انتبهت على التعليق أو ما شفت الإشعار تبع التعليقات، يا ريت تحملوني شوي. وعليكم ألف عافية وسلامات.